ومن البيئة الخارجية، ورح تبدي تحلل هذه الإعازات العصبية وتنظمها، وبعد ذلك راح تنطي الإجابة الملائمة إلى هذه الإعازات عندنا. فإذا هذا هو الوظيفة العامة للجهاز العصبي بشكل عام عندنا. The nervous system is composed of an intercommunicative network of specialized cells called neurons, which constitute most sensory receptors, the conducting pathways, and the site of integration and analysis. الجهاز العصبي يتكون من شبكة من الاتصالات التي تكون بين الخلايا متخصصة، أو اتصالات متخصصة بين الخلايا تسمى بالخلايا العصبية أو العصبونات تسمى نيورونز. وأيضاً هذه تكون عندنا معظم الأجزاء المستلمة للحوافز، معظم الأجزاء المستلمة للحوافز، وأيضاً التي تكون عندنا الباثوي أو السير أو سيران كل هذه الإعازات العصبية، وكذلك عندنا هي الأماكن لتحليل وتوجيه الإعازات العصبية. Nervous system of the body, both the central اللي هي the brain and the spinal cord والperipheral اللي هي الganglia والperipheral nerves, consists of the following tissues. الجهاز العصبي للجسم يتكون من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي. الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي، من الدماغ والحبل الشوكي. أما الجهاز المحيطي فيتكون عندنا من الجانجليا وكذلك من الأعصاب المحيطية. طبعاً هذا الثنائي يتكون مما يلي: أولاً يتكون من true nervous tissues، من الأنسجة العصبية الحقيقية. ثانياً من interstitial tissues، الأنسجة البينية، وبعدين من connective tissue proper. فإذا هذه ثلاث أجزاء اللي تكون عندنا الجهاز هذا. بالنسبة لل true nervous tissues comprising the neurons and their processes, the axons and dendrites. بالنسبة لل true nervous tissues أو الأنسجة العصبية الحقيقية يتكون من النيورونز، الخلايا العصبية، وكذلك الامتدادات مالتها والتي تتضمن الأكسون المحاور والديندرايتس التفرعات الشجيرية عندنا. أما الانترستيشيال تيشوز بالنيرفوس سيستم فتكون عبارة عن النيرفوس سيستم including all the glial elements. بالنسبة للانترستيشيال تيشوز أو الأنسجة البينية للجهاز العصبي يتكون من الجلايل تيشوز. جلايل شو يسموها بالعربي؟ ما أعرف. جلايل تيشوز. Anyway. بعدين عندنا المجموعة الثالثة من الأنسجة هي الكونكتيف تيشو بروبر، الأنسجة الرابطة الأصيلة عندنا. Including the meninges and the covering of the blood vessels associated with the nervous system. هذه اللي نسميها connective tissue proper. Connective tissue proper يتكون من الأغشية المننجز الموجودة عندنا، وعندنا كذلك الأغلفة مالت الأوعية الدموية التي تكون ذات علاقة بالجهاز العصبي. فإذا ثلاث عناصر أساسية هي التيشوز مال أو تكون التيشوز بالنسبة للنسيج العصبي، الترو نيرفوس تيشوز اللي هي الخلايا العصبية ومن ضمنها الأكسون والدندرايت. ثانيا الانترستيشيال تيشوز أو عندنا الأنسجة البينية، وتتكون عندنا من الجلايل تيشوز عندنا أو الجلايل إليمنتس عندنا، والكونكتيف تيشو بروبر الأنسجة الرابطة الأصيلة اللي تتكون عندنا من أغشية الدماغ الثلاثة، الديورا والسكليرا عندنا والبياماترز عندنا، وكذلك الكفرين الأغطية أو الأغشية التي تحيط بالأوعية الدموية ذات العلاقة بالدماغ. فهذه هي المكونات الأساسية عندنا. بالنسبة the unit of morphological and functional structure in the neuron
which may be defined as a nerve cell with all its processes. الوحدة الأساسية الوظيفية والتركيبية والشكلية هي عبارة عن النيورونز أو العصبونات أو الخلايا العصبية. يعني نوصل خلينا نقول الوحدة الوظيفية والشكلية structure and functional unit in the nervous system are the neurons والتي يمكن أن نعرفها بأنها عبارة عن الخلايا العصبية. إحنا neurons المصطلح العلمي مالته، لكن كمصطلح عامي أو ككلمة عامية هي نسميها nerve cell and all its processes وجميع الامتدادات الموجودة بها. The processes which are parts of the cell and often very long, the conducting impulses into their cell of the origin being called the dendrites. عندنا تلك الأجزاء أو تلك الوحدات التي تجلب الإعازات العصبية إلى الخلايا العصبية هي الدندرايتس أو التفرعات الشجرية، والتي تخرج من جسم الخلية العصبية تخرج عن طريق الأكسون أو المحور. واضح؟ يعني اللي تأخذ الإعازات العصبية خلينا نقولها بتعبير آخر بعيد عن جسم الخلية العصبية تسمى المحاور، أما اللي تجذب الإعازات العصبية إلى داخل الخلية العصبية أو جسم الخلية العصبية cell body هي الدندرايت أو التفرعات الشجرية. عندنا the structure of all the processes is fundamentally the same، تقريبا التركيب مع جميع الامتدادات العصبية تقريبا تكون متماثلة، تقريبا متماثلة. The difference between them is a functional one. التغيرات أو الاختلافات الموجودة بين هالنوعين من الألياف اللي تستلم والألياف اللي تطلع هي وظيفية functional، هي فقط وظيفية. يعني ليش؟ لأن يعني الدندرايت تستلم الإعاز بينما الأكسون تودي الإعاز بعيد عن جسم الخلية العصبية. A nerve path مسار العصب consists of a chain of neurons. مسار العصب أو مسار التيار العصبي يتكون من سلسلة من الخلايا العصبية varying from two up to a very large number. Connection between adjacent neurons is affected by a synapse. يعني المسار العصبي تتكون من مجموعة من الخلايا العصبية قد تكون اثنين أو قد تكون هناك أعداد كبيرة، وهذه الخلايا تكون متصلة مع بعضها البعض من خلال السينابس أو الوصلات العصبية اللي نيجي بعدين إلى تركيبتها. شنو الوصلة العصبية؟ يعني nerve impulses across the synapse occurring in one direction only. يعني الوصلة العصبية مثلا اللي جاية من خلية أليف إلى الخلية باء تنتقل من أليف إلى باء بدون من ترجع من باء إلى أليف، يعني باتجاه واحد in one single direction. واضح؟ يعني حتى لا تصير خربطة، دائما باتجاه واحد مسار الإعازة العصبية ينشئ. Now again going back to the axon, the axon of one neurons end by branching and providing numerous minute end bulbs which are distributed over the surface of the cell body and proximal portion of the dendrite of the next neurons. دائما عندنا تنتهي المحاور العصبية بتفرعات. هذه التفرعات تكون وين موجودة؟ موجودة على أجسام الخلايا العصبية، أو تنتهي بالتفرعات الشجيرية، أو تنتهي بالتفرعات الشجيرية. فحين ذاك راح نشوف أنه كيف تنتقل هذه الإعازات من خلية إلى خلية أخرى. عندنا تقريبا nearly half the surface can be used to provide the synaptic area. يعني تقريبا نصف السطح الخلية العصبية ممكن أن تستخدم كسينابس كوصلات عصبية لانتقال الحوافز العصبية إلى. واضح شلون؟ تقريبا نصف المساحة أو خلينا نقول محيط، مو مساحة العفو، نصف محيط الخلية العصبية ممكن أن تقوم
بعمل السينابس لنقل الإعازات العصبية عندنا. The intervening areas being used for the interchange of metabolites. يعني مثلاً جسم الخلية العصبية تجي إعاز عصبي في نقطة، بعدين تجي إعاز عصبي في نقطة أخرى. المسافات بين هذول الإعازين تستخدم لنقل الأيونات عندنا أو الميتابولايت، الأيونات الذائبة حتى تجي إلى الخلايا العصبية عندنا. The nervous system is the body's control center and communication network. طبعاً ذكرناها بأسلوب آخر، الجهاز العصبي في الجسم سيطر على أو هي عبارة عن مركز السيطرة والاتصالات، عبارة عن شبكة تمثل مركز السيطرة والاتصالات في جسم الإنسان. In human, the nervous system serves three broad functions. في الإنسان الجهاز العصبي تخدم ثلاثة وظائف مهمة عندنا، ثلاث وظائف مهمة. من هذه الوظائف أولاً it sends changes within the body and in the outside environment. This is its sensory function. يعني تحس بالتغيرات التي تحصل في داخل الجسم وفي خارجها، وهذا هو الجزء الحسي، هذا هو الجزء الحسي للجهاز العصبي. رقم اثنين the interprets the changes، تشرح هذه التغيرات. This is the integrative function. يعني من توصل لجهاز تبدي تشرح هذه الإعازات أو الحوافز أو التغييرات، يعني تشرحها ويا نفسها، وهذا نسميه integrative part of the nervous system. And thirdly, أو الوظيفة الثالثة, it responds to the interpretation by initiation action in the form of muscular contraction or glandular secretion. This is its motor function. الوظيفة الثالثة أنه هي تقوم بالاستجابة لهذه الإعازات العصبية، وهذه ما تسمى بالإجابة مالتها أو الانتجريتيف بورشن عندنا الانتربريتيشن سوري، يعني الإجابة أو الشرح مالتها. وهذه قد تجي مثلا بها المصل كونتراكشن، تنطي إعاز أن المصل أو عضلة تتحرك، أو إلى غدة لكي تفرز إفراز معين. ولهذا فهي تحس بشكل عام بما يدور خارج الجسم وفي داخل الجسم الاحتياجات الموجودة عندنا. واضح؟ فإذا هي تغطي كل احتياجات الجسم من الداخل ومن الخارج عندنا، تأخذها تحس بها تشرحها مع نفسها، شرحتها الانتجريتر، ثم تستجيب لها، تستجيب لهذه الحواس. بس هذه هي الانتربريتيشن أو الشرح أو الاستجابة مالتها. Through sensation, integration and response, the nervous system represent the body's most rapid means of maintaining homeostasis. من خلال هذه الوظائف الثلاثة اللي هي sensation ذكرناها، integration شرحها، والresponse والاستجابة، هذه النيرفس سيستم أو الجهاز العصبي عبارة عن في التوازن أو يعمل توازن لإدامة الحياة، هي اللي تنطي توازن لإدامة الحياة عندنا. It splits secondary actions carried out by the nervous impulses can normally make the adjacent sensory to keep the body functioning efficiently. وكذلك قد تنطي بعض التشعبات حتى تنطي مجال أكثر وأوسع لهذه الخلايا أن تجي للجسم وتنطي أو تغطي كل احتياجات الجسم من هذه الفعاليات. The nervous system shares the maintenance of homeostasis with the endocrine. بهالعامل أو بهالشيء اللي ذكرناه من وظائف، هناك تماثل بين الجهاز العصبي وجهاز الإندوكراين سيستم. جهاز العصبي وجهاز الإندوكراين سيستم. Although the adjustment made by hormones secreted by endocrine glands are slower. طبعا التنظيمات اللي تقوم بها الجهاز الغدد الصماء يكون على مدى أبعد أو يحتاج إلى وقت أكثر، بينما الجهاز العصبي لا، تكون الاستجابات بها سريعة أكثر. فهذا هو الفرق بين
الجهاز العصبي والجهاز الهرموني أو جهاز الغدد الصماء الموجودة والجهاز الغدد الصماء الموجود عندنا في جسم الإنسان. فإذا there is a similarities between the nervous system and the endocrine system because both of them are receiving the stimuli and both of them are responding to this insulin. But the only difference between the endocrine system and the nervous system is that the endocrine system has a slower response while the nervous system is more faster response, has producing faster response. طيب نجي إلى مرة ثانية النيرفوس تيشوز. تقريبا النيرفوس تيشوز comprising أو تتكون as many as trillion neurons تقريبا في جسمنا. عدد الخلايا العصبية ما يقارب من trillion with multitude of interconnections from form the complex system of the neuronal complications عندنا. يعني تريليون عدد الخلايا العصبية والكونكشنز الموجودة بها أيضا عالية بشكل. فحتى تعرفون عدد أو نسبة الاتصالات الموجودة أو كمية أو وسع هذه الاتصالات في جسم الإنسان إيش قد إلى أي درجة. طبعا إذا قلنا تريليون of the nerve cell كل nerve cell يحرسه أو إلى مساعدين إلى الجلايال سيلز تعادل 10. فمعناته 10 في التريليون إيش قد يصير عندنا؟ إيش قد العدد راح يصير تتوقعون عندنا؟ يعني 10 في التريليون هذا عدد الجلايال سيلز اللي هي تقوم بالبروتكشن بإيصال المواد الغذائية بإيصال الأكسجين من وإلى إخراج الفضلات. لأن النيرف سيلز ما تحاول أو ما إلها ما تقدر ما تكون على اتصال دائم مباشر مع البلود فيزلز مباشرة إلا عن طريق الجلايال سيلز. فإذا عندنا تريليون سيل نيرف سيلز معناته 10 مرات من هذا بقد عندنا الجلايال سيلز أو الخلايا المساعدة إلها. طبعا هذا ايضا نجي الى ذكرها والى انواعها من نتقدم شويه شويه بالمحاضرات مال النيرفوس سيستم. او اكو اي سؤال حول هذا الموضوع او اتوقعكم افتهمتوها؟ ماكو جواب؟ نعم دكتور واضح. جيد. طبعا كل هالاتصالات وكل هالكوميونيكيشنز وكل هالتفرعات وكل هالمساعدات حتى تعرفون درجة تطور درجة الاتصال درجة السيطرة للجهاز العصبي على جسم الإنسان. يعني هو جسم الإنسان هسه إذا نحسب تريليون خلية يعني إيش قد تستوعبوها؟ تريليون مو رقم اعتيادي. زين بجد 10 مرات الجلايال سيلز اللي تحرس كل خليه عصبيه تحرسها 10 جلايال سيلز على الاقل. تلاحظون شلون؟ فحتى تعرفون نسبه او درجه الاتصال الموجود ودرجه الدقه في حمل المعلومات ايصال المعلومات تبادل المواد. يعني كل هذا يعطيكم الفكره السائده او العامه عن الاتصالات الموجوده عندنا في الجهاز العصبي في الانسان عندنا. مثلا هذه الاستيمولاي او الحوافز يعني تقوم بنقل حوافز عديده ومتعدده. من هذه الحوافز هي ميكانيكال منها كيميكال منها ثيرمال يعني انواع مختلفه من الاعازه العصبيه. كل واحد منا لازم يتحسسه يشرحها شنو ويستجيب لها يشرحها يستلمها يشرحها يستجيب لها. فتشوفوا عدد الشغل اللي عنده هذا الجهاز قد تعبان المسكين. زين طبعا كل هذه الاستجابات تحصل من خلال النيرف امبولسز. The impulses are then transferred to the other neurons عندنا. طبعا اي اعاز عصبي تجي الخليه عصبيه
راح تنقل إلى خلية عصبية أخرى مثل ما ذكرناها for processing and transmission to higher centers، يعني خلية تنطيها الخلية أخرى والخلية الأخرى تنطيها إلى أن توصلها للجهاز العصبي المركزي حتى تقوم بهذه الفعاليات وترجع الإجابات مالتها. وقلت لكم الإعاز العصبي يكون باتجاه واحد وليس باتجاهات مختلفة، دائما تصير باتجاه واحد. To accomplish these functions, وللقيام بهذه الأعمال, the nervous system is organized anatomically into the. للقيام بهذه الأعمال, نشوف الجهاز العصبي ينقسم إلى قسمين ذكرناها بشكل سريع. أولاً الجهاز العصبي المركزي اللي هي central nervous system أو نسميها CNS, which include the brain and spinal cord, والجهاز المحيطي العصبي المحيطي أو نسميه PNS peripheral nervous system. This lies outside the CNS, وهذه تقع خارج الجهاز العصبي المركزي, which includes the cranial nerves, تتضمن الأعصاب القحفية اللي تخرج من البرين, وعندنا من الspinal cord اللي تخرج من السباينال كورد, عندنا يعني السباينال نيرفز اللي تخرج من السباينال كورد, وكذلك العقد العصبيه ذات العلاقه بهذا الجزئين عندنا. Functionally من الناحيه الوظيفيه, the nervous system is divided into a sensory or effector component which receives the transmit impulses into the CNS. من الناحيه الوظيفيه الجهاز العصبي ينقسم الى جزء حسي يعني تستلم الإعازات العصبية ونسميها sensory or effector, effector components عندنا. هذه receives the transmit impulses to the CNS, تستلم الإعازات العصبية إلى الجهاز العصبي المركزي for processing, يعني تشرحها وبعدين تستجيب لها. And a motor effector, وموتر أو حركية أو تسميها component, يعني اللي تنطي الأوامر خلينا نقول أو تجي الأوامر, فهذه تكون effector أو فعالة تخرج الأوامر أو الإعازات أو الاستجابات خلينا نسميها من الجهاز العصبي إلى باقي الجسم عندنا. Now we have, I have a single diagram to you. طبعا هذه موجودة بالكتب أيضا, فحاول أنه إذا هذه أطلع لكم إياها. هذه تشوفوها, هذه عبارة عن مخطط كامل للجهاز العصبي اللي يتكون عندنا من البرين and the spinal cord. This is the central nervous system. These two are the central nervous system. And then from the central nervous system, effector and effector. هذه sensory وهذه motor عندنا. يخرج منه الأفكتر تجيب الإعاز إلى CNS, الموتر تطلع الإعاز من CNS. طبعا الأفكتر أو اللي تجيب الإعاز هذه تجيب الإعازات من الريسبترات إلى CNS مثل ما قلت لكم, بينما هذه تخرج الاستجابات من CNS. بعدين عندنا طبعا إمنايا وإلى الأسفل, هذه كلها البريفرال نيرفس سيستم PNS عندنا. The peripheral nervous system تقسم بدورها إلى somatic وإلى autonomic nervous system. ما أعرف إذا أخذتوا الأناتومي أو لا, ما أدري أخذتوها بالأناتومي؟ لا دكتورة, لا دكتورة. ما أخذين؟ أنا هذا راح أنزل لكم يا بالمحاضرة, ما عليه بالأناتومي, واضح؟ فأنا أنزل لكم هذا الشسم المخطط لنا حتى, لأن هذه خلاصة كلش زينة يعني. فإذا عندنا سوماتيك وعندنا الأوتونومي. بالنسبة للسوماتيك عندنا convey information from the CNS to the skeletal muscle. السوماتيك تأخذ المعلومات, العفن تجيب المعلومات من CNS إلى العضلات الهيكلية, تجيبها إلى العضلات الهيكلية يعني تجاوب العضلات الهيكلية. أما الأوتونوميك الثانية فتجيب العضلات الاستجابات إلى سموث مصل, إلى كاردياك مصل, وإلى الجلانز عندنا. تشوفون التقسيمات جد واضح؟ هذه تشوفوها لو لا؟ واضحة عندكم؟
أي نعم دكتور. ماشي. هسه بالنسبة إلى السوماتيك عرفناها تكون متخصصة للعضلات الهيكلية. بالنسبة للأوتونوميك نشوف أيضا يتفرع إلى جزئين أساسيين، هاي جزئين عندنا اللي هي السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. سيمباثيتك and باراسيمباثيتك. السيمباثيتك راح يكون عندنا نيرفوس سيستم والباراسيمباثيتك نيرفوس سيستم، فهذه راح يكون عندنا بفيو اكسبشنز يعني باستثناءات بسيطه عندنا الفيسرا او الاحشاء الداخليه نيرف فايبرز فروم تو ديفيجنز عندنا. بالنسبه للاحشاء الداخليه ببعض الاستثناءات او ببعض اجزائها تستلم من الجهتين يعني السمباثيتك والباراسمباثيتك، لان واحده منها تحرك والثانيه تضبط. تلاحظون شلون؟ ف عندنا استثناءات من الجهاز العصبي، يعني يجوز بها واحدة من هاي واحدة من ذيك، لكن معظم الجهاز العصبي الأحشاء الداخلية تستلم من الاثنين، تستلم نهايات باراسيمباثيتك وسيمباثيتك. In general بشكل عام the fibers from one stimulate increase، يعني الألياف اللي تجي من واحد من عندهم راح يصير زيادة، مثلاً زيادة في حركة الأمعاء، زيادة في حركة المعدة وإلى آخره، بينما الثانية تثبط يعني تقلل من هذه الحركة أو تثبط من هذه الحركة. فهذا عندنا بالنسبة إلى المخطط الموجود واللي راح أنطيكم إياه إن شاء الله ضمن المحاضرات بعد ما نكمل هذه المحاضرات وأكمل الصور في الأجزاء المختلفة مالتها، ولو الصور هم أنا كاملة باقي عندي بس ربع بيها. Now, let us go to the motor component. The motor component of the CNS أدنى is further subdivided into هذه شرحت لكم ما بداعي أكررها. طبعا بالنسبة للجهاز العصبي وذكرته بشكل بسيط. In addition to the neurons, nerve tissues contains numerous other cells, which is collectively called as neuroglial cells. يعني بالإضافة إلى الخلايا العصبية وما إلى ذلك والتفرعات مالتها، فإن الجهاز العصبي تتكون بمجموعها كلها بها أيضا neuroglial cells، الخلايا المساعدة، which do receive and دونات، يعني هذه مو وظيفتها مو استلام وتوزيع الإعازات العصبية، ما عندها هاي الوظيفة، لكن خدمة الخلية العصبية بس، فقط خدمة، تجيب لها الأكسجين، تجيب لها المواد الغذائية، تطلع منها الفضلات، لكن ما لها علاقة بالإعازات العصبية. واضح الكلام؟ نجي إلى الخلية العصبية النيورونز أو نيرف سيل بشكل عام. أيضا هذه مرت عليكم في دراستكم الأولية، ما أعرف مدى تذكركم إلى الخلية العصبية. تتكون من جسم الخلية cell body أو نسميها البريكاريون، ويتكون أدنى من البروتوبلازميك بروسيسس. الخلية العصبية تتكون من جسم الخلية العصبية اللي نسميها البريكاريون أو cell body نسميها جسم الخلية بالعامية، أو نسمي الجزء الثاني عندنا البروتوبلازميك بروسيسز أو الامتدادات البروتوبلازمية الموجودة عندنا بالخلايا. وهذه الامتدادات تتقسم إلى نوعين اللي هي ذكرنا لكم إياها، اللي هي الأكسون، وثانيا الدندرونز أو الدندرايتس. فإذا قريتوها دندرونز هم صح مو غلط، فدندرونز أو دندرايتس. فإذا الخلية العصبية بها جسم الخلية العصبية وبها الامتدادات، والامتدادات يكون بنوعين، نوع من الدندرايت أو الدندرون ونوع من الأكسون. قبل لا ندخل في تفصيلات أجسام الخلايا العصبية راح ندخل إلى أشكالها. أول مرة خلينا نشوف شكلها شنو. types of neurons سامعين بها، أكو عندنا unipolar neurons، أكو عندنا bipolar neurons، أكو عندنا pseudo unipolar neurons، وعندنا multipolar neurons. واضح؟ عندنا اليونيبولر وحيد القطب، بايبولر ثنائي القطب، سيودو يونيبولر وحيد القطب الكاذب، ومالتيبولر نيورونز. فعندنا هذه الأربع أنواع. بالنسبة اليونيبولر نيورون present during the embryonic stages and in some lower animals. اليونيبولر نيورونز موجودة دائما في الأطوار الجنينية
ليش؟ لأن الإحساس يكون محدود بالنسبة للجنين، وأيضا موجودة في بعض الحيوانات المتدنية زين، وموجودة في بعض العقد العصبية dorsal spinal root، هذه موجود بها بعض الخلايا من وحيدة القطب. البايبولر نيورون الخلية العصبية الثنائية القطب، هذه راح تكون أدنى موجودة بالآي رتينا شبكية العين، olfactory epithelium الطلائي الشمي، وأدنى أما البسودو يونيبولر present in the cerebral spinal ganglia، أدنى البسودو يونيبولر أو الوحيد القطب الكاذب موجودة بالسيربرو سباينال جانجليا، عندنا في العقد الشوكية المخية موجودة هناك عندنا بها. واضح؟ هذه شون تكون صراحة أحشي لكم بعدين شون يتكون عندنا هذا البسودو يونيبولر. المالتي بولر هذه موجودة بالسي ان اس، موجودة بالسباينال كورد وبالبرين عندنا، وكذلك موجودة and in the autonomic جانجليا، عندنا موجودة بالأوتوناميك جانجليا المالتيبولار نيورونز. طبعاً أيضاً قبل لا ندخل إلى التفصيلات الدقيقة كلش، لا أعطيكم أيضاً فكرة، هاي كلها عبارة عن مقدمات حتى أسوي لكم برين ستورمينج بالنسبة للجهاز العصبي. يعني هو طبعاً تركيب الجهاز العصبي في التركيب معقد، يعني complexity or organizational complexity. The nervous system consists of two principal kinds of cells. عندنا يعني بالرغم من التركيب المعقد جدا للجهاز العصبي، نشوف أن الجهاز العصبي بشكل عام يتكون من جزئين أساسيين، هما النيورونز الخلايا العصبية والنيوروغليا الخلايا الدبقية العصبية، نسميها الدبقية العصبية نيوروغليا. النيورونز makes up the nervous tissues that forms the structural and functional وذكرنا هذه portion of the system. They are highly specialized متخصصة بدرجة عالية for impulse conduction and for special functions attributed to the nervous system. هذه فقط لاستلام الإعازات العصبية وإيصالها، وهذه تكون أدنى. أوكي excuse me today، يعني هسا أنا بالنسبة لي كملت، أشوفكم بالأسبوع القادم إن شاء الله. واضح؟ شكرا جزيلا، see you later.